ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو علاء سندي من قناة مجتمع باكستان. طبعاً اليوم إن شاء الله بوريكم مقطع كامل عن آثار البحرية في باكستان المتحف، طبعاً راح أعطيكم تفاصيل من الداخل إن شاء الله. هذه سفينة غواصة، راح أعطيكم تفاصيل كامل. وهذه الطائرة أكبر طائرة، وهناك ميوزم المتحف الآثار البحرية، هذه أكبر طائرة موجودة هنا، وفي بواخر كذلك. راح أعطيكم تفاصيل كاملة بإذن الله. هذه أكبر طائرة. هذه طبعا أكبر طائرة موجودة هنا، في هليكوبتر هنا قدام. الآن نحن داخل الطيارة، داخل الطيارة لأننا نحن هذه تفصيل عن الطائرة كاملة من الداخل. هنا مكان المحرك للطائرة. هذه هليكوبتر. الآن هندخل في ميوزيم المتحف هذا من 1907. هذه هي البداية، المدخل المتحف. شوف الباخرة القديمة، يا سبحان الله، آثار قديم قديم، عليها شرشف هناك حق السنود، يا سبحان الله، منظر عجيب صراحة.
هذه بعد المتحف الآثار الأشياء القديمة. هذه الأسلحة القديمة برضو لها تواريخ كذلك. يا أخي مناظر المتحف القديم سبحان الله شيء عجيب عجيب. هذا حق الرتب. ترى معليش المقاطع الفيديو ترى طويلة شوية. هذه المتاحف القديمة. مناظر والله صراحة روعة. هذه كلها فرايد. هذا مكان جديد الجديد. طبعا هذا المتحف الدور الثاني. طبعا هنا اغلبها الصور للقائدين حق البحرية. هذول كلهم ضباط، الصور اللي حقتهم موجودة. هذه بعض اللبس القاعدة البحرية.
هذه السفينة البحرية. طبعا البرج هنا اكبر برج تقول له انه مراقب ما شاء الله العالم كمان كذلك. على طريق بعد كل شيء نقبال اللي يوديك على طريق حسن شو اسمه اللهم صل على محمد على شارع فيصل. هذا هو الشارع الرئيسي المقابل اللي يوديك على شارع فيصل. هذا بعد جسر حق حسن اسكندر. هذه السفينه الكبيره حق الغواص. هذه واحده الثانيه الصغيره. هذه السفينة من الغواص، هذه من الخلف. الآن في بوابتين هندخل من الداخل ونشوف ايش في الداخل. هذه سفينة الغواص من داخل، صراحة منظر عجيب تقول كأنك في الحقيقة. يقول لك انه حقيقي سبحان الله. تلفون سنترال كمان. يا سلام والله كانك الحقيقة. الو عمليات عمليات حول. يا سبحان الله يا اخي منظر عجيب عجيب. شيء فظيع والله، شيء جبار. حتى شوف التلفون. يا سبحان الله شوف.
بالسلطه كمان هذول الضباط هذه غرفه النوم وهذه طلوع السلم اللي بنشوفه من فوق هذا مطبخ صغير داخل سفينة غواص هذا السرد يحضر الضباط السفينة صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كذا خلصنا الحمد لله وبالختام نشوف المقطع يا سبحان الله هذا هو اللي سوى الختام منظر عجيب آخر شيء هذه سوق صغيرة داخل الآثار البحرية طقم سرير شراشة بعض المناظر سلام ما شاء الله تبارك الله هذه شراشة حق المخدات والتكايات حتى علم باكستان كمان ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله